قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إنه تم الانتهاء من مختلف الأعمال الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات اللوجستية في المنطقة الخضراء بمحيط المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ. أكدت وزيرة البيئة حرص الدولة على التوسع في مشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية في أنشطة وفعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27. بدأنا بالفعل الاجتماعات التمهيدية غير الرسمية للوفود المشاركة في هذا المؤتمر أول امبارح، وشفنا الشغل بيتعمل ازاي على الأرض وفي القاعات. نمرة 2، المنطقة الخضراء هي المنطقة المخصصة للمجتمع المدني، للشباب، للمرأة، للوزارات والجهات المعنية، ودي مهمة جدا ان هي بنسميها الصوت الخاص بالإنسانية، ازاي الناس اللي بتتأثر بتغير المناخ لهم قرار فيه. وعاملين الحقيقة حاجة جديدة السنة دي، ان احنا جلسات عمل بتوازي وتعاكس الجلسات اللي موجودة في المنطقة الزرقاء، فزي ما عندنا يوم للتموين، يوم للصناعة، يوم للمية، يوم للزراعة، كل الحاجات دي موجودة برضو في المنطقة الخضراء، بجانب الاعتماد في المنطقة الخضراء السنة دي على التصميمات الخاصة بالفنون.